هو كان شايف انه التوغل بالمنتجات للمستهلكين مش هو ده الانتشار بالظبط. الحقيقي للثقافات. هو بيرى ان ده قشره، ما هيش ده شايف ان الموضوع بسيط وعادي جدا ملوش اي ولذلك هو حاجه. كان بيرى ان هو الضغط على هذه المناطق للتغيير حتى تصبح بالصيغه الغربيه بامرين اثنين، حاجه اسمها حقوق الانسان وحاجه اسمها نشر الديمقراطيه. ماشي، على حين لو جينا نبص وشايف ان دي كانت اكذوبات بالنسبه له، هو انها مش حقيقيه. لا 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 هو الانسان والتفاصيل الخاصه بيها والسلام هو والحاجات شايف دي. ان هو تطبيقها اكذوبه، مش بالشكل اللي هو يجعل هذه المنطقه امنه للولايات المتحده الامريكيه او امنه للحضاره ان الغربيه مش دي الحاجه الشرقيه، اللي هنسند عليها. مش دي الحاجه اللي هنسند عليها. وبدليل ان هو نفسه رغم انه كان شغال مع نظام جيمي كارتر، وجيمي كارتر من حتى من قاعد من احسن الشخصيات اللي جت حكم، هو حزب ديمقراطي يعني، هو نفسه هينتون ديمقراطي يعني. الناس اللي جم لو جينا نبص سياستهم دايما كانت بتضغط، مثلا اوباما نفسه كان ديمقراطي، لما جه كان بيضغط بفكره حقوق الانسان بس للحصول على مصالح الولايات المتحده الامريكيه، مش قصدها ان انا عاوز الحقوق الانسان هي حقوق الانسان اللي فعلا حقيقيه، لا، او ان انا الانتخابات والديمقراطيه وخلافه، ده ما كانش بالهدف. بدليل في انظمه محافظه ومستبده موجوده في المنطقه وانظمه اسلاميه، ورغم هذا كان بتتمتع بحمايه الولايات المتحده الامريكيه ولا تستطيع ان تنتقدها. هو بيتكلم عن الديمقراطيه، طب لما بتتكلم عن الديمقراطيه وحقوق الانسان، طب عندك اسرائيل نفسها اللي انت تعتبر ربيبه لك وبنت لامريكا نفسها، لا تستطيع ان تتكلم عن ما يحدث للفلسطينيين وما تمارسه. حتى الفلسطيني اللي حصل على الجنسيه الاسرائيليه ومعاه باسبور اسرائيلي بيهان ولا ينال حريته ولا كرامته ولا 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 حقوق كامله في داخل اسرائيل. فبالتالي هو كان بيراها انها مش جدال، كان بيرى اصلا لابد من توسع في هذه المنطقه عشان انك انت تستطيع انك انت تعيد بناء وترتيب هذه المنطقة بما يسمح ألا تكون مهددا ليه. وإلا عليك يا أمريكا تكوني جاهزة باقتصادك وبقوتك العسكرية أنك أنت تدخلي أمام هذه الحضارة التي يمكن أن تكون في يوم من الأيام مهددا لك.